بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، نحيط سيادتكم علما بأنه قد تم تغيير تردد القناة إلى 10992 رأسي على مدار النايل سات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابية وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية 10992 رأسي بشتى الطرق والوسائل التي تستطيع أن تخدم بها دين الله. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تردد قناة الحكمة الجديد 10992 رأسي على مدار ناين سهل. حب الله تجمعنا ولقمم المجد فترفعنا. الله الهادي يهدينا. الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا.